أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أهمية تعزيز الجهود الرامية إلى تنفيذ استراتيجيات رقمية وطنية لدفع جهود التنمية بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي وبناء القدرات المؤسسية للمجتمعات. جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لمنتدى التعاون الرقمي الصيني الأفريقي الذي تستضيفه العاصمة الصينية بكين، حيث أعرب طلعت عن ترحيبه بالتعاون الصيني الأفريقي مشيرا إلى أن جلسات المنتدى تناولت العديد من المناقشات حول خطط واستراتيجيات الوصول إلى أفريقيا الرقمية كمحرك رئيسي للتنمية العالمية. تابع وزير الموارد المائية والري هاني سويلم تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر إدفينا والواقع على نهر النيل فرع رشيد، ذلك بعد تلقيه تقريرا بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع. قال وزير الري إنه تم إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطط الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى، ذلك لمتابعة حالة القنطرة واتخاذ أي قرارات بشأنها. أكد وزير البترول كريم بدوي أكد أن الأولوية القصوى لقطاع البترول هي زيادة الإنتاج وتوفير احتياجات السوق المحلي وتخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد. جاء ذلك خلال مباحثات وزير البترول مع رئيس شركة أبكس الأمريكية حول أنشطة الشركة في مصر وخططها خلال الفترة المقبلة في ضوء رغبتها في توسعة أعمالها وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج. من جانبه أشار رئيس الشركة الأمريكية إلى أن الشركة قامت بحفر 13 بئرا حتى الآن بمناطق امتيازها بالصحراء الغربية تستهدف ضخ المزيد من الاستثمارات لتنفيذ البرامج التوسعية. أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب الحرص على تعميق الشراكة مع السعودية في شتى المجالات الاقتصادية. جاء ذلك خلال استقباله السفير السعودي بالقاهرة صالح بن عيد الحصيني، حيث بحث اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك وزيادة الاستثمارات السعودية في مصر. أوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتوفير مناخ استثماري جاذب وتقديم التيسيرات للمستثمرين السعوديين بما يعكس على عمق العلاقات ما بين البلدين.